يرعى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل عاهل البلاد للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية اليوم حفل افتتاح المركز الشبابي النموذجي بمحافظة المحرق والذي نفذته وزارة شؤون الشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة الرامي للارتقاء بالبنية التحتية الشبابية والرياضية في البحرين. إنشاء المركز الشبابي يؤكد الرعاية الفائقة التي يوليها جلالة الملك المفدى للحركة الشبابية في البحرين واهتمام جلالته المتواصل بإقامة المنشآت الشبابية التي تخدم الشباب البحريني. ويعد المركز الشبابي النموذجي بمحافظة المحرق من أكبر المراكز الشبابية في البحرين حيث يتم وضع حجر الأساس في 20 يناير الماضي بكلفة بلغت 1,978,000 دينار بحريني. هذا المركز في البداية أو المركز الأول اللي يقام في محافظة المحرق وإن شاء الله سيكون هناك مراكز أخرى في باقي محافظات الدولة إن شاء الله. طبعا لا يخفى على الجميع أن المراكز الشبابية اليوم وجودها بإمكانيات متطورة وبتجهيزات حديثة وأيضا تقدم برامج تلبي طموحات وتطلعات الشباب هي في الواقع حاضن لهوايات الشباب حاضن لمختلف الشباب والفتيات من خلال ما سيقدمه هذا المركز من برامج. اليوم المركز يقدم برامج تثقل المهارات والكفاءات عند الشباب سواء كانت برامج في المجال القيادي أو الثقافي أو الاجتماعي أيضا في المجال الرياضي وخاصة أن المركز يحتوي طبعا على صالة ومسرح كبير وأيضا مسبح شبه أولمبي وملاعب خارجية وصالات للممارسة الرياضة أندية صحية للرجال وأندية صحية للفتيات بالإضافة إلى قاعات دراسية وقاعات للألعاب ومجلس للشباب ومجلس آخر فتيات. فبالإمكانيات الموجودة سوف يقدم المركز حقيقة مجموعة كبيرة من البرامج اللي إن شاء الله تعود على شبابنا إن شاء الله بالنفع والفائدة.